بلقطة واحدة يمكنك أن تعرف حالة القط لديك الصحية، لكن كيف ذلك؟ قصتنا اليوم يا سادة عن تطبيق CatsMe الذي يستخدم تقنية الذكاء الصناعي للتعرف على آلام القطط وما إذا كانت طبيعية أم لا. وقد طور التطبيق من قبل شركة كيرولوجي الناشئة في مجال التكنولوجيا بالتعاون مع باحثين من جامعة يوهن اليابانية، حيث درب على 6000 صورة للقطط، مما جعل نسبة دقته تتجاوز 95%، وقد استخدمه أكثر من 230 ألف عميل منذ انطلاقه. فالأطباء البيطريون يستطيعون تحديد ما إذا كان الحيوان يعاني الألم أم لا إلى درجة معينة، لكن يصعب على المالكين تحديد ذلك، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 70% من القطط المسنة تعاني التهاب المفاصل أو الألم، لكن فقط 2% منها تزور المستشفى فعلياً. وللعلم فإن الحيوانات الأليفة هي جزء من العوائل اليابانية، فهناك ما يقرب من 16 مليون قط وكلب أليف، وهذا العدد أكبر من عدد الأطفال دون سن 15.